رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا النهارده ابراهيم جاد المحلل الرياضي. صباح الفل عليك، اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم. بنورك يا شيماء، صباح الفل. اكيد عندنا مواضيع كتير جدا نتكلم فيها، سواء بقى على الصعيد المحلي او كمان على الصعيد الافريقي بالنسبه للانديه المصريه، ولكن خلينا نبتدي بالدوري المصري الممتاز، دوري النايل على الصعيد المحلي. في مباريات في غايه الاهميه خاصه النهارده، يمكن اهمها او ابرزها مباراه نادي الاهلي وبلديه المحله، لقاء جماهيري من المقام الاول. اكيد هنشوف فيه يمكن دوافع مختلفه، سواء بالنسبه لبلديه المحله اللي اكيد عنده رغبه كبيره جدا ان هو يهرب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، أو بالنسبة للنادي الأهلي اللي عايز يأكد تفوقه وكمان يعني يأكد أنه هو هيقدر أن يفوز بلقب الدوري المصري الممتاز للسنة الثانية على التوالي. كلمني كده عن اللقاء ده، أنت شايفه من وجهة نظرك عامل إزاي؟ هي الماتشات اللي زي دي بتبقى ماتشات يعني بلغه الكوره رخمه شويه على المدرب، بالذات مدرب النادي الاهلي بيبقى ماتش رخم، رخم في توقيته، رخم في ظروف الماتش صحيح. نفسه، عامله صداع للمدرب. الماتش الاخير، البروفه الاخيره قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، هو بيفكر في ناحيتين، ان هو محتاج الثلاث نقاط عشان يفضل يقرب من الصداره، يحافظ على سلسله الانتصارات الاخيره بثلاث مباريات من بعد مباراه مازيمبي. في نفس الوقت هو بيحاول يريح اللعيبه الاساسيه بتاعته، يريح القوام الاساسي او العمود الفقري للفريق عشان نهائي دوري ابطال افريقيا في الاخر، اكيد مباراه ببطوله، فبتبقى عامله صداع شويه للمدير الفني، وده شفناه حتى في القايمه اللي سربت يعني في الساعات اللي فاتت، ان اسامه ابو علي بره، موجود بره القايمه، محمد عبد المنعم المباراه اللي فاتت خد انذار عشان ما يكونش موجود في المباراه النهارده ويريحه. الماتش اللي فات شفنا علي معلول بيريح، النهارده بيرجع في القايمه بس ممكن يتم اراحته، بنشوف ياسر ابراهيم يرجع النهارده. فماتش شويه بيبقى عامل صداع للمدير الفني ان هو محتاج الثلاث نقط، في نفس الوقت مش عايز يغامر باللعيبه بتاعته كلها اللي هيقدر يعتمد عليها خلال المباراتين القادمتين في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. الاكيد يعني النادي الاهلي بيحارب كتير جدا عشان يقدر ان هو يفوز باللقب ال 12 في تاريخه، بس اكيد برضو احنا بنتكلم عن لقاء محلي، وهي يعني يمكن كانت في الفتره اللي فاتت سلسله من الانتصارات بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن نقول ان سلسله الانتصارات دي هتدي للنادي الاهلي دفعه معنويه كبيره خلال لقاء النهارده، برضو ممكن نقول ان على النقيض بالنسبه لنادي بلديه المحله للاسف ممكن نشوفه بيتزايل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، اماله يعني مش احسن حاجه، واكيد برضو عنده ضغط كبير جدا ان هو حابب اكيد انه يستمر في الدوري المصري الممتاز ويهرب من شبح الهبوط ده، فيمكن كمان الضغط اللي بيتحط على اللعيبه وعلى الفريق بيكون دايما نتيجته سلبيه. هو الميزه الوحيده اللي عند الاهلي في مباراه النهارده ان هو جاي فعلا من ثلاث انتصارات، ويعتبر القايمه كلها جاهزه، يعني لو قلنا ان اسامه ابو علي مش موجود، كهربا المباراه الاخيره بنشوفه بينزل وبيعمل فرق. صحيح. وبيسجل، رضا سليم بيرجع بيشارك وبيسجل هدف جميل، حسين الشحات بيرجع من الاصابه بيشارك، بيرسي تاو النهارده موجود، لكن هو بيبقى فيه اللعيبه نفسها بيبقى عندها تخوف من الماتش، بيبقى كله قلقان ان حد يحصل له اصابه، يتصاب حد صحيح خلال اللقاء ده، فيقدر ما يقدرش ان هو يكون متواجد في اللقاءات القادمه، بنفس اللعيبه نفسها تبقى خايفه على نفسها في المباراه، لكن المكسب بيجيب مكسب. الاهلي بيبقى محتاج ان هو يعمل ستريك انتصارات متتاليه بالذات مع المؤجلات الكتير، فبيبقى عايز يرجع تاني للمنافسه. بلديه المحله النهارده مباراه ممكن نقول هي عنق زجاجه بالنسبه لبلديه المحله، زي ما انت قلتي الخساره النهارده تخلي الفريق ممكن يتزايل جدول الترتيب، نتائج سلبيه بيعاني منها الفريق في الفتره الاخيره بعد البدايه الموفقه مع كابتن احمد عبد الرؤوف، لكن صحيح. النتائج بتتراجع. برده بلديه المحله عنده مشكله شويه في طريقه لعب المباراه، المباريات الكبيره قصاد الاهلي قصاد بيراميدز قصاد الزمالك، الفريق بيبقى فاتح ملعبه، كابتن احمد عبد الرؤوف بيبقى عايز يلعب دايما صحيح بطريقه لعبه ويهاجم. يمكن هو ده اللي احنا شفناه خلال المباريات اللي فاتت، لكن هل تتوقع ان كابتن احمد عبد الرؤوف خلال لقاء النهارده هيكون بيحاول يتجنب ده، فنشوف ان هو بيلعب بتحفظ دفاعي بشكل كبير جدا، ويحاول هو يقفل اللقاء على قد ما يقدر عشان ما يستقبلش اهداف في لقاء النهارده؟ يمكن التعادل حتى سلبيا مع النادي الاهلي بيكون بالنسبه لبلديه المحله مكسب. اتوقع النهارده مش هيلعب بنفس الاندفاع الهجومي اللي لعب بيه مباراه الدور الاول او المباريات الاخيره، هيحاول ان هو يضيق المساحه على نفسه اكتر، يرجع لمنطقه جزاءه اكتر، لكن هي النقطه الاهم برضو فكره انك تفضل مراهن على الدفاع بس قصاد النادي الاهلي لمده 90 دقيقه، ده خطر كبير صعب جداً, جدا، لان اي غلطه، مع ان الاهلي كمان الفتره الاخيره اضاف سلاح مهم جدا كان غايب على عن النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت، وهو التسديد البعيد، وده بقى يحل ماتشات كتير جدا طبعاً للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لحد دلوقتي من بدايه الموسم مسجل 8 اهداف من تسديد من خارج منطقه الجزاء، على مدار الموسم اللي فات كله الاهلي سجل 9 اهداف بس لحد دلوقتي، اللي هو نص موسم الدوري المصري بالنسبه للاهلي تقريبا، سجل نص موسم 8 اقل اهداف كمان.
اه بالظبط، يعني هو خلاص دوري ابطال افريقيا بينتهي، لعب 13 مباراه بس في الدوري، صحيح. مسجل 8 اهداف، حتى احنا مجهزين اهداف معانا للنادي الاهلي، حسمت مباريات اخيره للنادي الاهلي من التسديد وكانت من خارج البعيد منطقه الجزاء. بالظبط، هدف وسام ابو علي في مرمى زد اللي خطف بيه 3 نقاط، كانت صحيح. تسديده من بره منطقه الجزاء، امام هدف امام عاشور في الجونه الاول اللي فتح المباراه كان من خارج منطقه الجزاء، المباراه اللي فاتت طبعا هدفين جمال من رضا صحيح. سليم وعمر كمال عبد الواحد، ده سلاح مهم جدا جدا عند النادي الاهلي، بدا الاهلي يستعيده بعد ما كان غايب عنه، استعاده باضافه لعيبه بدات تقدر تسدد من بعيد وعندها اتقان للجزئيه دي زي امام عاشور زي عمر كمال عبد الواحد، وسام ابو علي كمان اظهر قدرته ان هو يسدد من بعيد بشكل كويس ودايما عنده قرار ان هو يسدد من بعيد، فان انت تفضل مدافع قدام الاهلي 90 دقيقه رهان صعب جدا جدا، أكيد ان الاهلي عنده امكانيات فرديه تقدر تخليه يخلص المباراه، لو فضلت انت مستسلم لازم يكون ليك رد فعل بس بدون اندفاع كبير، لان برضه الاهلي لو سبت له مساحه كبيره واندفعت صحيح، اندفاع هجومي كبير أتفق هيكون في معاك جدا. عقاب من النادي الاهلي صريح، لان الاهلي يمتلك لعيبه سريعه جدا جدا، فطبعا حقيقي هي الاختيار صعب على كابتن احمد عبد الرؤوف، الوضع نفسه صعب الكابتن احمد عبد الرؤوف، لكن اعتقد الطريقه اللي يخرج بيها باقل الخسائر ان هو يضيق المساحه على قد ما على يقدر مع النادي الاهلي صحيح ويحاول على يلعب المتدل. على الهجمات المرتده. اكيد. طيب خليني اسالك كمان عن مارسيل كولر وتفكير مارسيل كولر في هذا اللقاء، هل ممكن يكون مارسيل كولر بيعتبر اللقاء ده ان هو بروفا اخيره قبل اللقاء الهام والمرتقب في ذهاب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي؟ واكيد طبعا يعني اللقاء ده بيكون ليه اهميه كبيره جدا، فشايف انه ممكن يكون ده بروفا للقاء ده، ولا هتلاقي ان هو بيلعب بلعيبه مش هيكون بيستغلها خلال اللقاء القادم في بطوله دوري ابطال افريقيا، معلش عشان الزمالك نكون في والاهلي الذهبية بيلعبوا بكرة. في بطولتين افريقيتين، فيعني واحد دماغه نصها هنا ونصها في الناحيه الثانيه، فممكن نشوف مارسيل كولر بيستعين ببعض اللعيبه اللي هيلعب بيهم في بطوله دوري ابطال افريقيا، ولا هيكون بيبعدهم تماما وبيريحهم على قد ما يقدر عشان برضه يتجنب ان حد فيهم يكون بيتصاب خلال لقاء بلديه المحله ويكون بيوفر جهودهم للقاء القادم؟ اتوقع النهارده ان هو يستغل المباراه لتجهيز اللعيبه مش بروفا للترجي، هيجهز اللعيبه اللي بعيده شويه، يعني اتوقع ممكن نشوف النهارده ياسر ابراهيم في التشكيل صحيح. الاساسي متولي ومع محمود متولي، اتوقع ممكن رامي ربيعه النهارده يريح ما يكونش هو صحيح. الاساسي، ممكن نشوف النهارده ان هو بيريح محمد هاني وعمر كمال هو اللي يبدا ظهير ايمن بما انه مش موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا ان هو مش مقيد مع الفريق، اعتقد ممكن امام عاشور النهارده برده يتم اراحته وقفشه يبدا يرجع صحيح. يشارك تاني عشان يرجعه ان هو يجهزه تاني للمباريات، ممكن نشوف نيدفيد النهارده بيشارك، رضا سليم ماشي كويس من المباراه اللي فاتت فممكن يديله النهارده تاني ان هو يخلي رجله في الملعب اكتر ويريح صحيح. حسين الشحات، فاعتقد هيحصل تغييرات النهارده كتير وهيبقى الهدف الاساسي من المباراه مش بروفا لمباراه الترجي على قد ما هي تجهيز باقي العناصر اللي بعيده بقى لها فتره عشان بحيث يكونوا تبقى اللعيبه كلها تم الاستعداد بالظبط للاستعانه بيهم في هذا اللقاء الهام والمرتقب. انت اتكلمت عن امام عاشور وان احتمال النهارده نشوفه بيرتاح، ولكن امام عاشور في الفتره اللي فاتت دي واحد من اهم مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، اصبح لا غنى عنه، وكمان عدم وجوده او غيابه بيكون ليه تاثير سلبي دايما على الفريق، برغم ان اكيد يعني النادي الاهلي بيمتلك خط نص من افضل خطوط النص اللي موجوده في الدوري المصري ممتاز بشكل عام، يمكن نقول كمان من افضل خطوط النص موجودة في أفريقيا بشكل عام برضو، فقول لي عن يعني أو كلمني عن أهمية إمام عاشور في النادي الأهلي الفترة اللي جاية، وقد إيه هيكون يعني عامل مؤثر في فوز النادي الأهلي إن شاء الله ببطولة دوري أبطال أفريقيا. أنت قلتي نقطة مهمة جدا، الأهلي عنده خط وسط قوي جدا جدا، بس الميزة في إمام عاشور إن هو لاعب مختلف، لعيب مختلف عن كل لاعبي وسط ملعب النادي الأهلي ويمكن كل لاعبي وسط ملعب مصر، إن هو لاعب عنده دايما اللقطة الغير متوقعة وده بيحتاجه أي فريق إن هو صحيح. يضرب دفاع الخصم، أكيد. هو عنده دايما اللقطه الغير متوقعه، اللقطه الغير متوقعه دي سواء بالتمريرات سواء بالتسديد البعيد، هو اللاعب الكرييتور بتاع النادي الاهلي اللي بيقدر يوزع اللعب، اللي بيقدر يعمل دون بدرجه اقل شويه من امام عاشور قفشه وهو بعيد عن مستواه بقاله فتره وغايب عن المشاركه، فده بيخلي امام عاشور هو المحرك الاساسي للنادي الاهلي في المباريات الاخيره، ولما بيكون امام عاشور غايب او مش في مستواه في مباراه من المباريات بيظهر تاثير كبير جدا على النادي الاهلي، لان طريقه لعب مارسيل كولر نفسها هو بيعتمد على ان لاعب الوسط هو اللي يكون كرييتور للفريق كله، هو اللي يحرك صحيح. الفريق كله، فبالتالي بيبقى محتاج لعيب زي امام عاشور يكون موجود معاه ما بيعتمدش اكتر على الاطراف في صناعه اللعب، فبيبقى محتاج ان هو لاعب وسط ملعب هو اللي يصنع اللعب،
امام عاشور عنده الجزئيه دي، هو اللاعب المختلف اللي بيقدر يحرك الفريق ككل. كولر بيتعامل مع امام عاشور ان هو المدير الفني اللي داخل ارضيه الملعب، هو اللي بيبقى متحكم في رتم اللعب، هو اللي بيقدر يهدي اللعب وقت ما بيحب، يسرع اللعب وقت ما بيحب. دايما كل مدرب بيبقى عنده اللاعب بتاعه او عينه في الملعب اللي تقدر تحرك الفريق، ودايما بيبقى اللاعب ده في وسط الملعب بما انه هو اللي بيبقى رابط ما بين خط الدفاع والهجوم. الاهلي وجد ضالته في امام عاشور ان هو يكون الكرياتور بتاع الفريق، هو اللي حرك الفريق ككل، واللي مخلي امام عاشور يعني نجمه لامع في النادي الاهلي ان هو مختلف عن كل اللعيبه، هو دايما عنده اللقطه المختلفه، دايما عنده القرار المختلف في وقت من الاوقات. ويمكن فعلا حقيقي من اهم مميزاته زي ما انت قلت في البدايه ان هو لاعب غير متوقع بالمره بالنسبه للمنافسين، فيمكن بيكون صعب السيطره عليه او انك تقدر تحجم دوره في الملعب خلال اللقاء. هو لعيب مش متوقع، فممكن في لحظه تسديده من بعيد عنده الامكانيه دي، تمريره زي المباراه اللي فاتت الاتحاد، تمريره امام عاشور هي اللي فتحت الماتش كله بضرب الجزاء عمر كمال، بعديها ماتش الجونه فتح الماتش كله بهدف امام عاشور بتسديده من بعيد. فهو لعيب عنده مميزات كتير جدا، بدا هو يدخل في سيستم لعب النادي الاهلي الجماعي اكتر، وبدا الاهلي يستفيد منه من الناحيه الجماعيه اكتر، بعد ما كان في البدايه ممكن الاداء فردي اكتر وعايز يثبت نفسه. شويه شويه بدا الموضوع يتحول لجماعي، خلاص هو عارف ان مفيش حاجه هو محتاج يثبتها، هو محتاج يلعب مع الفريق ككله، ان الفريق كله يستفيد منه، وده بدا يحصل في الفتره الاخيره. والنقطه الاهم اللي بشوفها ميزه عند امام عاشور ان هو دخل في الفريق بسرعه من ناحيه الشخصيه والاندماج مع اللعيبه، وده بنشوفه في احتفالاته بالاهداف مع اللعيبه، ارتباطه باللعيبه. النقطه دي بتبقى مهمه جدا ما بين اللعيبه وبعضها، الترابط دون بيظهر على الملعب نفسه والترابط الفكري ما بين اللعيبه نفسها في التحركات وفي اللعب داخل ارضيه الملعب. صحيح. طيب خليني اسالك عن وسام ابو علي. وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي الجديد، هل ممكن نقول ان النادي الاهلي خلاص يعني وجد ضالته في وسام ابو علي بعد طبعا الاداء اللي شفناه في الفتره الاخيره او في المباريات الاخيره اللي لعب فيها وسام ابو علي للنادي الاهلي؟ هو الوصف الدقيق فعلا لوسام ابو علي ان الاهلي وجد ضالته في وسام ابو علي كمهاجم للفريق. وسام ابو علي من ناحيه المساهمات التهديفيه لعيب يعني رمى ورقه واوراق اعتماده بسرعه جدا جدا على ترابيزه النادي الاهلي وللجماهير، ودي نقطه مهمه للمهاجم تحديدا ان الجمهور يحس انه موجود في الناحيه التهديفيه. وسام ابو علي لما نيجي نبص على ارقام وسام ابو علي في 11 مباراه لعب اساسي 6 بس، سجل 5 اهداف وصنع 3 اهداف، يعني ساهم ب 8 اهداف في 11 مباراه، ده رقم مهم جدا جدا. صحيح. خصوصا ان نص الماتشات ما لعبهاش اساسي مع الفريق، ده رقم مهم جدا لوسام ابو علي. الارقام التهديفيه دي بتترجم بس المجهود اللي بيعمله وسام ابو علي، لكن دور وسام ابو علي في النادي الاهلي اكبر بكتير جدا جدا من الارقام التهديفيه. وسام ابو علي هو اللاعب اللي بيقدر او المهاجم اللي بيقدر يدي للنادي الاهلي 7 من 10 على الاقل في كل دور هو بيقوم بيه. الدور كمهاجم جوه منطقه الجزاء والتحرك واستلام الكوره زي ما بنشوف كده ان هو بيتحرك في المساحه دايما، بيطلب الكوره في المساحه، بيقدر يفنش على الجون بشكل كويس جدا. لما الاهلي بيطلب منه الدور ان هو او كولر بيطلب منه دور انه ينزل لعمق الملعب عشان يستلم ويعمل دور المهاجم المحطه ويحرك باقي اللاعبين، بيعمل ده بشكل كويس جدا، وعمله المباراه اللي فاتت قصاد الاتحاد السكندري في هدف رضا سليم ان هو نزل استلم وادى الكره لرضا سليم، فرغ المساحه وقدر رضا سليم يسجل منها الهدف. لما في الدور الدفاعي الاهلي بيتاثر جدا 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 في لحظه ما وسام ابو علي بيخرج من ارضيه الملعب، لان وسام ابو علي مهاجم دينامو دايما بيضغط في كل ارجاء الملعب، بيضغط على مدافعي الخصم دايما، فبيخلي الخصم مش قادر يطلع بالكره باريحيه، وده بيساعد دفاع الاهلي ان هو يتعامل مع الكرات بسهوله، سواء ان هو بيقطع الكوره من الثلث الاخير او ان هو حتى مدافعي الخصم بيبداوا يطلعوا الكوره بكوره طوليه بتبقى سهله. صحيح. على مدافعي الاهلي. وسام ابو علي ليه دور هجومي كبير جدا جدا داخل منطقه الجزاء وفي الفينش، ليه دور في صناعه اللعب والخروج من منطقه الجزاء، وحتى الدور الدفاعي وسام ابو علي وجوده رجع للاهلي قوته تاني في الضغط العالي اللي كان بيمتاز بيه كولر الموسم اللي فات، رجعه تاني بوجود وسام ابو علي. ففعلا الاهلي وجد ضالته في وسام ابو علي، وده واضح جدا ان كولر بدا يفهم دون وبدا يفهم مدى تاثير وسام ابو علي في منظومه الاهلي ككل، وشفناه النهارده ان هو بدا يحافظ عليه كمان، ان هو مش عايز يخسره قبل نهائي افريقيا. أكيد. وان هو بسرعه بقى هو من العمود الفقري للنادي الاهلي ومن الركائز الاساسيه للنادي الاهلي اللي لا يمكن الاستغناء عنها. صحيح. طيب من النادي الاهلي اكيد عايزين نروح ونتكلم عن نادي الزمالك وعن اللقاء الهام والمرتقب بكره اللي هيجمع نادي الزمالك بنهضه بركان المغربي في ذهاب نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ولكن هنطلع الاول لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل كلامنا مع ابراهيم جهاد المحلل الرياضي.
رجعنا سريعا ولسه الحديث مستمر مع ابراهيم جاد المحلل الرياضي. يمكن كنا بنتكلم يا ابراهيم قبل الفاصل عن نادي الزمالك وعن مباراه بكره، مباراه اكيد الكل مستنيها، كله بيتمنى الفوز لنادي الزمالك في مشواره الافريقي، بنتمنى اكيد ان اللقب يكون من نصيب نادي الزمالك لقب الكونفدراليه الافريقيه، لقاء هام جدا ومرتقب ما بين نادي الزمالك ونهضه بركان المغربي بكره ان شاء الله. طبعا هو لقاء الذهاب هيكون في المغرب، لقاء الاياب هيكون هنا عندنا في استاد القاهره. الكل بيتكلم عن ان لقاء الاياب يعني شبه محسوم لصالح نادي الزمالك، يمكن عشان في عوامل مهمه جدا هتكون موجوده، عامل الارض والجمهور، واكيد بنتمنى ان يكون الاستاد كله ممتلئ يعني بجماهير النادي الابيض. خلينا نتكلم عن لقاء بكره وعن المخاوف اللي موجوده من لقاء بكره، وازاي ممكن نشوف جوميز بيخوض اللقاء بكره وصوت كمان واحد من المدربين اللي عندهم درايه كبيره جدا جدا بالدوري المصري الممتاز وباللعيبه المصريين وبلعيبه نادي الزمالك بشكل خاص. بشوف ان مباراه الذهاب تحديدا جوزيه جوميز لازم يبقى تركيزه الاكبر فيها ان هو يحاول يسجل هدف في نهضه بركان، مش بس ما يستقبلش هدف، مهم جدا يبقى هدف الزمالك بكره انه يروح يسجل هدف في المغرب. ده هيسهل عليه كتير قوي هنا، هيسهل عليه كتير، وفريق نهضه بركان فريق جاهز انه يستقبل هدف على ملعبه. هو فريق لما بيلعب على ملعبه بيكون مندفع اندفاع كبير جدا، بيبقى دايما رافع خط الضغط بتاعه لحد وسط الملعب، خط الدفاع بيبقى عند وسط الملعب. الزمالك عنده لعيبه سريعه تقدر تستغل المساحه اللي في ظهر نهضه بركان يقدروا يسجلوا من خلالها هدف، سواء احمد سيد زيزو او سيف الدين الجزيري تحديدا، الزمالك يقدر يستغلهم بشكل كويس جدا جدا في ان هم يسجلوا هدف. بشوف الزمالك لازم يكون هدفه الاول اكتر من ان هو ما يستقبلش هدف، انه يسجل هدف نتيجه 1-1 احسن من 0-0 بكتير. تسجيل الزمالك هدف هناك هيسهل المهمه كتير جدا جدا على نادي الزمالك في القاهره. نهضه بركان عندهم لعبهم اللعب الكلاسيكي القديم جدا، اللعب اللي بيعتمد على اطراف الملعب بشكل كبير، بيحاولوا دايما يخترقوا من اطراف الملعب وبيلعبوا كرات عرضيه كتير جدا، لدرجه ان في مباراه ابو سليم اخر مباراه الفريق خاضها في ربع النهائي، طبعا بعد الغاء مباراتي اتحاد العاصمه، اخر مباراه الفريق خاضها ابو سليم في المغرب، الفريق لعب 64 كره عرضيه في المباراه، وده رقم كبير جدا جدا. أكيد. فهو فريق بيلعب كرات عرضيه بشكل كبير وما بيستنوش لحد ما يوصلوا لمنطقه الجزاء عشان يلعبوا كرات عرضيه، لا بيلعبوا كرات عرضيه الايرلي كروس من بعد وسط الملعب، بيلعبوا الكره العرضيه على طول، بيحاولوا دايما يعملوا الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء بوجود 2 لعيبة أو 3 كمان مع الكرات العرضية الكتير. بالتالي لازم نادي الزمالك يبقى مركز جدا في الكرات العرضية. الزمالك عنده 2 مساكين من أفضل اللعيبة اللي بتلعب بضربات الرأس وبيقدروا يتمركزوا في المناطق الدفاعية مع الكرات العرضية، حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، لكن لازم دونجا يساعدهم ويدخل معاهم منطقه الجزاء عشان الزياده العدديه اللي بتحصل، هيبقى مهم جدا جدا على احمد فتوح وعمر جابر تحديدا طرفين الملعب ان هم برضو التغطيه العكسيه مهمه، خصوصا عمر جابر ظهرت عنده مشكله شويه في التغطيه العكسيه في اكتر من هدف استقبله نادي الزمالك، مهم جدا ان عمر جابر يبقى مركز في التغطيه العكسيه لان هو راس مال نهضة بركان الكبير جدا هي الكرات العرضية، والخطورة الكبيرة اللي هيتعرض عليها الزمالك هتبقى العرضيات بس. لكن ما زلت شايف ان الزمالك لازم يكون تركيزه الاكبر ان هو يسجل هدف في مرمى نهضة بركان هناك في المغرب، وهو يقدر يعمل ده. لو الزمالك قدر يسجل هدف في المغرب اعتقد المباراة هتكون سهلة جدا على الزمالك في الاياب ويقدر يخلص البطولة من القاهرة يعني. اكيد هو ده اللي بنتمناه، واكيد كل التوفيق بنتمناه طبعا لممثل الكره المصريه في الكونفدراليه الافريقيه نادي الزمالك. اكيد جماهير نادي الزمالك عندها امل كبير جدا او كبيره جدا على حصد هذا اللقب المهم، اللقب الافريقي اكيد الغالي جدا بالنسبه لنادي الزمالك. خليني اسالك برضو عن يمكن اهم نقط القوه والضعف في فريق نادي الزمالك. احنا اتكلمنا عن اهم نقط القوه والضعف في فريق بركان نهضه بركان المغربي، وقلت لي العرضيات والكور الثابته اكيد بالنسبه لفريق نهضه بركان المغربي، ويمكن كمان اهم نقط الضعف اللي عندهم هم ان هم على ارضهم بيكونوا بيفتحوا اللعبه بشكل كبير جدا وبيكونوا مندفعين بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم عن نادي الزمالك وعن اهم نقط القوه والضعف اللي ممكن نشوف الفريق المغربي بيلعب عليهم. نقط القوه اللي عند نادي الزمالك واللي بيستغلها بشكل كويس جدا في الفتره الاخيره هي الضربات الثابته. الزمالك مميز جدا في الضربات الثابته سواء بوجود لعيبه زي حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد او بتنفيذ احمد سيد زيزو نفسه للضربات الركنيه او الضربات الحره. العرضيات بتاعه زيزو مميزه جدا جدا، مستوى العرضيه اللي بيرفعه زيزو بيخلي اي لاعب يقدر يقابلها يسجل منها هدف. دي نقطه قوه كبيره جدا عند نادي الزمالك يقدر يستغلها. الزمالك عنده في خط الهجوم بتاعه سرعات كبيره يقدر يستغلها في التحديد
التحولات، ودي نقطة ضعف عند نهضة بركان، يقدر الزمالك يستغل سرعات اللي موجودة عنده في الخط الأمامي سواء زيزو أو سيف الجزيري. ولو قرر جوميز إن هو يعتمد على إبراهيم مضاي كجناح في ظل غياب مصطفى شلبي وعدم قيد ناصر ماهر، أعتقد إبراهيم مضاي برضو لعيب عنده سرعة كبيرة يقدر يستغله في التحولات. فدي من نقاط القوة الكبيرة عند نادي الزمالك. نقاط الضعف اللي موجود عند الفريق هو ان الاجنحه ما بتغطيش مع الاظهره بشكل كبير. احمد سيد زيزو ما بيقومش بالدور الدفاعي بشكل كبير، وبيبقى تركيزه الاكبر في الناحيه الهجوميه عشان يستفيد الفريق منه من التحولات ومن السرعه بتاعته. ابراهيم داي برضو دفاعيا سواء هو اللي بدا كجناح او احمد حمدي بدا كجناح، لعيبه مش ملتزمه دفاعيا قوي، بالتالي بشوف ان الزمالك لازم يتحول ل 4-3-3 عشان يامن صحيح. الجناحين بوجود محمد شحاته مع دونجا، ومعاهم ممكن زياد كمال او يوسف اوباما، لعيبه ملتزمه دفاعيا وملتزمه تكتيكيا تقدر تغطي مع الظهير، خصوصا ان نهضة بركان زي ما احنا قلنا بيلعبوا اكتر على الاظهره وعلى الكرات العرضيه. فاعتقد ال 4-3-3 هتكون افيد لنادي الزمالك، وبتكون افضل ان هو يامن بالجناحين اللي ما بيرجعوش يدافعوا بشكل كبير، ويديهم الحريه الهجوميه ان هو يستغلهم في التحولات الهجوميه السريعه صحيح. فاعتقد هي دي نقطه الضعف اللي موجوده عند الزمالك، يقدر يستغلها بوجود محمد شحاته واوباما او زياد كمال الناحيه الثانيه عشان يقفلوا مع دونجا وسط الملعب وطرفين الملعب، ويقدروا يحدوا شويه من خطوره نهضه بركان والعرضيات بتاعت نهضه بركان. هل هتؤثر غيابات نادي الزمالك عليه النهارده خلال اللقاء ده او بكره عفوا؟ هي المشكله في قائمه نادي الزمالك الافريقيه ان القائمه نفسها قليله يعني عدم وجود عبد الله السعيد مش موجود، ناصر ماهر مش موجود، فاي غياب بيبقى ليه صدى وتاثير كبير. ده ياخدنا برضه لسؤال، هل وجود عبد الله السعيد في قائمه نادي الزمالك الافريقيه كان ممكن يشكل يعني عامل ايجابي اكتر بالنسبه لنادي الزمالك؟ في ماتشات كتير كان عبد الله السعيد طبعا هيكون مؤثر حتى بخبرته داخل ارضيه الملعب. في ماتش بعينه شفته قلت يا لو عبد الله السعيد كان موجود النهارده كان اكيد خلص الماتش ده من البدايه. ماتش الماتش الاخير اللي الزمالك لعبه مع الفريق الغاني دريمز كان عبد الله السعيد ممكن يكون مؤثر، لكن برضو ما نقدرش نقول ان غياب عبد الله اثر قوي في المباراه، لان الزمالك خلق كم كبير جدا جدا من الفرص واهدرها. عبد الله السعيد ميزته ان هو هيخلق كم كبير من الفرص، فمباراه دريمز الزمالك خلق كم كبير جدا جدا من الفرص، كانت المشكله في تحويل الفرص دي لاهداف. مباراه بكره بتاعت نهضه بركان برضو ما نقدرش نقول ان عبد الله تحديدا هو اللي غيابه مؤثر، لان ممكن الزمالك بكره مش محتاج لاعب ببروفايل عبد الله في الملعب، خصوصا ان هو هيلعب على استقبال اللعب وعلى الهجمات المرتده، فمش عبد الله السعيد البروفايل اللي كان يحتاجه الزمالك اكتر بكره. يعني بشوف مصطفى شلبي كان وجوده بكره هيفرق جدا جدا مع نادي الزمالك، خصوصا ان هو لاعب سريع جدا، لعيب ملتزم جدا تكتيكيا، فكان هيفرق جدا مع نادي الزمالك. ناصر ماهر ممكن كان وجوده برضو ان هو يحتفظ بالكوره كان ممكن يفرق صحيح. فعبد الله السعيد كان هيبقى مهم جدا جدا في رايي مع نادي الزمالك في مباراه الاياب في القاهره، ان الزمالك هو اللي هيبقى مطالب يمسك الكوره ومطالب ان هو يستحوذ على الكوره ويخلق فرص، ساعتها عبد الله السعيد كان هيكون وجوده مؤثر اكتر من مباراه الذهاب يعني. اكيد في النهايه اكيد كل التوفيق بنتمناه لممثل الكره المصريه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه نادي الزمالك، وبنتمنى اكيد ان اللقب يكون من نصيب نادي الابيض وجماهيره وفريقه اكيد ومجلس ادارته. ابراهيم جاد بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، صباحك زي الفل. شكرا جدا يا شيماء. مشاهدينا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 10 الصبح في حلقه جديده من صباح اون تايم، صباحكم زي الفل.